طبعا ب 2018 تم احتضان مشروع ايون بشمال ستارت. اكيد اهم ميزه من السياره الكهربائيه هي انها صديقه للبيئه، ما في انبعاثات من السياره وما في احتراق، واهم ميزه ثانيه مصروفها واستهلاكها وصيانتها شبه منعدمه، ما في مصاريف للصيانه للسياره، اصلا كل سياره بيجي معها الشاحن تبعها وهي بتقدر تشحن بالبيت، بس الفتره اللي بتاخذها بالبيت اطول من انها تشحن بالشواحن التجاريه او الشواحن العامه. المشكله انه السياره الكهربائيه دخلت على السوق الاردني الوقت اللي لسه المحطات ما تاسست، محطات الشحن، وتكاليف محطات الشحن مرتفعة بالنسبة للمستثمرين حتى يقدروا يستثمروا فيها. البنية التحتية للأردن لسه مش جاهزة تضخ كميات كهرباء للسيارات بهذا الوقت، بس يعني لقدام هو هذا التوجه راح يكون. أيضاً الفكرة طلعت ب 2018 وظلينا نشتغل على تجهيز التكنولوجيا وتصميم المحطات الشحن والأبليكيشن تقريبا لغايه 2019. ب 2019 سجلت شركه ايون جاي توفر شواحن في الاماكن اللي الناس تحتاج يكون فيها الشاحن. بلشنا بجرش وبالمفرق وبالزرقاء وقريبا ان شاء الله بعمان، شغلنا هاي المحطات بشهر 1 2020. احنا عندنا ميزه طبعا انه احنا صممنا نظام كامل من المحطات الشحن والتطبيق وانظمه الدفع والفوتره. هلا عم نطلع بمشروع جديد وفكره جديده اللي هي ايون كلاود. ايون كلاود بخلي اي حدا عنده شاحن للسياره الكهربائيه بيقدر يكون جزء من محطات شحننا، وبالتالي الناس تصير تيجي تشحن عنده وهو يستفيد بتحقيق دخل مادي مقابل هاي الخدمه. فايون كلاود كمان ممكن يساعد على انتشار محطات الشحن اسرع ويحل مشاكل اكثر كمان. هلا حتى تقدر تستخدم محطات ايون لازم تنزل ابلكيشن، في ابلكيشن موجود على اندرويد واي او اس. الابلكيشن هو اللي بيعطيك الخريطه باماكن الشواحن وكل محطة أو كل موقع كم عدد الشواحن المتاحة فيه، وإذا كلهم مشغولين بيعطيك كم ضايل الوقت حتى أنه يصير في شاحن متاح، تعرف بتحطها بتحددها هيئة تنظيم قطاع الطاقة. طبعاً ب 2018 تم احتضان مشروع أيون بشمال ستارت. قعدنا 6 أشهر بفترة احتضان، كانت كلها فترة تدريب، وطبعا استفدنا من فاب لاب طبعا بتصميم النموذج الأولي للشاحن. أنا إلي ممتلك سيارة كهربائية 3 سنين، يمكن من المستحيل إني أرجع لسيارة بنزين أو هايبرد أو وقود. بالسيارة هدوء ونظافة وتوفير وصيانة أقل، والآن أيون راح تنتشر وتنشر لكم محطات، وهذا الإشي كمان مفروض يشجع أنه السيارات كمان تنتشر، لأنه حيكون في محطات شحن في كل مكان. أعيدها، راحت الجملة كلها.